السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع نهاية هذا الفيديو ستعرف 3 مواقع للترجمة بالذكاء الاصطناعي وبدون تسجيل ومجانا. سأترك لكم في الوصف رابط هذا المقال لتجد اللينكات بكل سهولة. مجرد ما تعمل كليك على المقال تنزل إلى الموقع الأول، تعمل كليك على Open وسيفتح معك الموقع بهذا الشكل. الموقع جميل وفي نفس الوقت بسيط وسهل. مثلا هنا اللغة الإسبانية، نعمل كليك على السهم وستجد كل اللغات، وأنت تحول إلى اللغة التي تريد أن تقرأ بها. مثلا هنا نترك عربية فصحى، إذا هنا نص، نص يعني تحضر كتابه. مثلا نأتي إلى جوجل ونحضر نص هكذا، نأخذه كوبي ونكتبه هنا لصق، نعمل كليك هنا على إرسال ويتم الترجمة بشكل لحظي في نفس اللحظة وبشكل جيد جدا. إذا ها هي نص مستندات، يعني إذا كان عندك وورد أو بي دي إف أو أيا يكن مستند، فأنت تحضر هذا المستند، كليك هنا وسيفتح معك وتحضر المستند. صورة، يعني صورة ويب سايت، إذا كانت عندك مثلا صفحة ولتكن هذه الصفحة، فأنت مثلا ستحضر هكذا كوبي اللينك فقط وتأتي هنا إلى ويب سايت وتعمل كليك هنا على لصق، وهنا تختار لغة. مثلا أنا بالعربية سأحوله مثلا إلى الإنجليزية، أعمل كليك ويتم تحويل الصفحة كاملة كما هي. هذا الويب سايت الذي اخترناه سوف يحوله، ها هو بالعنوان بكل شيء بالتفاصيل، يحوله كما هو تماما إلى اللغة التي أعطيتها، التي اخترتها. ثم هنا كلام، إذا كان عندك صوت فأنت تحضره من هنا وسوف يحول كذلك ويترجمه إلى اللغة التي اخترتها. هنا إذا كنت تريد أن تصحح، كان عندك نص وتريد أن تصحح هذا النص، تصحيح القواعد تعمل عليها كليك وسوف يعطيك فيكس جرامر، تعمل كليك هنا وسوف يعطيك هو الصحيح بدون أخطاء إملائية، صحيحة. هنا ملخص، إذا كنت تريد أن يلخص لك هذا الكلام مثلا نعمل عليه كليك اختصر وسوف يعطينا ملخص لهذا الكلام. ثم هنا توجد المزيد من التولز، عدد الكلمات مثلا، تكبير آلي، مساعد، يوجد العديد من التولز الأخرى. في هذا الفيديو نحن نركز على الترجمة، تعمل كليك هنا على الترجمة. إذا كنت تريد نص، مستند، صورة، ويب سايت أو كلام فتستطيع أن تترجمه، وهنا تختار اللغة وتعمل كليك على إرسال وفقط انتهى الأمر. نعود إلى المقال وننزل أسفل إلى الموقع الثاني. الموقع الثاني كيلبوت، نعمل عليه كليك وسيفتح معنا بهذا الشكل. هنا تعمل باست، هنا تعمل لصق للتكست، للتكست نعم، نحضر تكست من هنا، نعمل كوبي مثلا، تعمل كليك، تعمل لصق لأي تكست، وهنا تختار اللغة التي تريد أن تترجم إليها مثلا عربيك، ويبدأ هو في الترجمة بشكل لحظي. تعمل كليك على ترانسليت وهنا ها هي الترجمة. هنا جرامر تشيك، يعني الأخطاء الإملائية. هنا سامرايز، يعني الملخص التلخيص، والترانسلاتور هو الترجمة.
لأن هذا كذلك موقع بسيط كما تلاحظون وجميل جدا، له ترجمة واضحة وطريقة عمل بسيطة. هنا من هذا المربع تعمل كوبي نسخ لكل هذه الترجمة وتأخذها بكل بساطة. نعود إلى المقال وننزل إلى الأسفل لنجد الموقع الثالث. هذا الموقع كذلك تعمل عليه كليك وسيفتح معك بهذا الشكل. يعني هنا ترانسليت، هنا الترجمة، وهنا ترانسليت فايل يعني أي ملف عندك، دوكيمنت أو PDF أو أي ملف عندك، هنا تعمل كليك وتحضره هنا إذا أردت أن تكتب. أما هنا ترانسليت الترجمة، هنا تختار اللغة التي تريدها، مثلا أنا سأختار العربية، وهنا سنضع لصق، وهنا نختار اللغة التي سنترجم إليها، اللغة التي سنترجم إليها العربية مثلا، وها هي الترجمة، هنا نأخذها كوبي. إذن هنا لغة النص الذي تدخله، أو في ديتكتد يعني هو س ديتكتد لانجويج يعني هو سيحدد اللغة، هو سيعرفها لوحده. إذا كنت تحضر كلام من أي ويب سايت أو من أي مكان من أي مستند وتريد ترجمته بشكل جيد، وهذا جميل جدا للترجمة. وبالتوفيق للجميع.